ينضم إلينا من ديترويت الباحث المختص في الشأن الأمريكي خالد الترعاني، أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. في البداية سيد خالد، من الواضح أن هذه النسخة من الانتخابات الأمريكية أصبحت السياسة الخارجية تشغل فيها حيزا كبيرا، يعني في العادة الأمريكيون ينظرون علّه إلى القضايا الداخلية الأمريكية، ولكن وتيرة الاعتراض على الحرب الإسرائيلية على غزة مرتفعة، والامتعاض من سياسة بايدن وإدارته أيضا مرتفعة. كيف من خلال هذا السياق نقرأ تطور العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية؟ نعم، بدون أدنى شك أن التغير واضح في نظرة الشعب الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي. آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة جالب أظهرت أن هناك انخفاض كبير، فقط يعني خلال الشهرين الماضيين هناك انخفاض ب10% نسبة التأييد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا شيء مختلف. الشيء الآخر هو أنه منذ حرب فيتنام لم يكن هناك قضية واحدة تجمع عليها الجامعات، بالذات الجامعات، لأن الجامعات هي يعني محور التغيير في أي مجتمع. فمنذ حرب فيتنام لم يكن هناك قضية واحدة يجمع عليها الطلاب في الجامعات الأمريكية عبر الولايات المتحدة، بمعنى في كل الولايات، مثل القضية الفلسطينية والحرب، حرب العدوان الإسرائيلي على غزة. أنا برأيي أن هذا الانقلاب في الحقيقة يعني هو يوازي الذي حصل في فيتنام، بمعنى كان هناك مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي في فيتنام، ولكن لم تنتهي الحرب إلا عندما انتقلت المعركة إلى الشارع الأمريكي. وأنا برأيي أن كون أن الاحتلال الإسرائيلي هو امتداد للسياسات الأمريكية وللهيمنة الأمريكية في المنطقة، أن هذا انتقال المعركة إلى داخل الولايات المتحدة كما حصل في فيتنام، برأيي مؤشر جد خطير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة. وهنا السؤال هو، ما هو معيار التغيير؟ متى تنظر إلى إدارة بايدن على أن ثقل ما يحدث من تأثير في الشارع الأمريكي من خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة يذهب بها نحو تغيير رؤيتها لكيفية التعامل مع التصرفات الإسرائيلية؟ ما هو المعيار؟ ما هو الخط الذي يفصل بين مجرد المواقف التي حقيقة لم تغير في الأمر شيئا وبين القرار الذي فعلا قد يغير؟ نعم، يعني الذي رأيناه بعد الانتخابات التمهيدية في ولاية متأرجحة مثل ولاية ميشيغان، وجدنا هناك تغير في الخطاب الأمريكي. ثم جاءت بقية الولايات الانتخابات التمهيدية في الولايات الأخرى، وجاءت أيضا صفعة قوية في الحقيقة لجو بايدن، يعني بينما صوتت ميشيغان ب 13% uncommitted أو غير ملتزم بدعم بايدن، بمعنى مقاطعة بايدن، جاء التصويت في ولاية مثل مينيسوتا بنسبة 20%، خمس المصوتين صوتوا ضد بايدن في انتخابات ليس له فيها منافس. بمعنى فوجدنا أن هذا يعني هذه النتائج في الانتخابات الأولية أعطت جو بايدن الدافع لأن يبدأ بتغيير شيء من الخطاب. ثم وجدناه ولكن لا يريد أن يغير سياساته، فقط غير في الخطاب وقام ببعض الأشياء أو بعض الحركات التي أنا برأيي أتت بنتيجة عكسية. يعني عندما صنف أربع مستوطنين فقط صنفهم على أنهم إرهابيين، بينما حركة الاستيطان كلها حركة إرهابية، لم يصنفهم أنهم إرهابيين وإنما صنفهم بأنهم شخصيات غير مرغوب فيها وما إلى ذلك. إذن للإجابة على سؤالك، متى ينتقل؟ أنا لا أعتقد أن جو بايدن سيقدر على أن يغير هذه السياسة الأمريكية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا ننسى أن التغيير المماثل الذي حصل، ذكرنا فيتنام، ولكن التغيير الآخر المماثل الذي يأتي للذاكرة هو التغيير في قضية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. فبدأت الحراكات من أجل التغيير في جنوب أفريقيا عام 1972، ولم يكن هناك تغيير حتى عام 1984 عندما مرر الكونغرس قرار غير قابل لأن ينقض بالفيتو من الرئيس رونالد ريغان في ذلك الوقت، بمعنى أنه أخذت جنوب أفريقيا 14 عاما. الآن الأمور تتسارع بشكل أكبر،
ولكن لا أتوقع أن إدارة جو بايدن سوف تقدر على أن تغير. الذي سيحصل عندما نهزم جو بايدن، وأتشرف أن أكون يعني أحد مؤسسي حملة مقاطعة جو بايدن، عندما ننجح بهزيمة جو بايدن، ساعتها سوف يبدأ الآخرون بالملاحظة أنه يمكن لحركة مناوية أن تسقط، مناوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تسقط رئيس في أمريكا، والذي سوف ينفق 1,500,000,000 دولار على حملته الانتخابية، ثم يرى هذه الأموال تتبخر بسبب حملة الإدانة وحملة المقاطعة. أنا برأيي بعد ذلك سوف نبدأ بالتغيير. الآن هو يقامر ويراهن على أنه سوف يستطيع أن يتجاوز هذه الحركة المناوية له، ونحن سوف نتأكد من أنه سوف يكون رئيس لفترة واحدة، وأنه سيعاقب على موقفه من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. سأعود للحديث عن نقطة مهمة ذكرتها، وهي مسألة من يخلف بايدن حال خسارته. ولكن الآن ونحن في إدارة بايدن، إسرائيل تقر وتقول علنية إنها ذاهبة في اجتياح رفح، لن تتراجع حتى وإن تراجعت الولايات المتحدة عن دعمها. هل يحاول بايدن أن يسعى إلى استخدام مسألة رفح لاستعادة الجماهير المعارضة له في الداخل الأمريكي من خلال إصدار مواقف مثل لم نتفق بعد مع إسرائيل على كيفية اجتياحها لرفح وغيرها من المواقف؟ وهنا هل نقرأ من هذه المواقف الأمريكية أن إسرائيل فعلا ستذهب ولو بدون الدعم الأمريكي إلى اجتياح رفح؟ يعني يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقول ما يريد، ولكن في نهاية الأمر ثلثي الأسلحة التي تذهب لدولة الاحتلال الإسرائيلي تذهب من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية إذا رفعت الغطاء عن دولة الاحتلال الإسرائيلي فسوف تنهار. في النهاية لابد أن يواجه نتنياهو الأمر الواقع. هل هو سوف يعني يدخل إلى رفح؟ لا أعلم هذا، ولكن يعني هناك مجانين كثر في التاريخ، في تاريخ الحروب وتاريخ العالم، الذين يعني فعلوا ما أو أقدموا على أفعال أدت إلى انهيار دولهم وبشكل كامل. ولعل أن هذا الحمق هو واحد من هذه الأسلحة التي قد تستخدمها المقاومة الفلسطينية. حمق نتنياهو سلاح سوف تستخدمه ضده كي تهزم وتهزم دولته، ولكن أنا برأيي الثمن سوف يكون باهظا. ولا أعتقد، وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إيقاف تقدم إسرائيلي في رفح، وإن كانت تستطيع أن يعني قد تستطيع أن ترسم بعض محددات هذا العمل العسكري. الحديث أمس بين لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي ويوف جالانت كان التركيز على أننا متفقون على الأهداف ولكن مختلفون على الأدوات. لا نريد لكم أن تدخلوا رفح ولي نيلي يعني بدون أي اعتبار للمدنيين، ولكن إذا كان هناك أي خطط عملية لتفادي قتل المدنيين الفلسطينيين. فالولايات المتحدة يعني ليس عندها مشكلة أن يقتل المدنيين الفلسطينيين، ولكن ليس بالوتيرة التي مستعد لها بنيامين نتنياهو. تقول له خفف بعض الشيء وليكن هناك خطة لاستهداف قيادة حماس وما إلى ذلك. أعتقد أن يعني ولو باختصار، لأن الوقت يعني يداهمنا، ولكن في مسألة مهمة باعتقادي، مسألة خلف بايدن. الآن الحديث عن ترامب، ننظر إلى وصول ترامب إلى سدة الرئاسة وهزيمة بايدن على أنه نجاح للحملة، ولكن جميعنا يعرف ما هي سياسة ترامب وما مهد له ترامب في علاقته مع إسرائيل. وهنا سؤال، هل ترى بأن الأثر الذي تتركونه اليوم ضمن هذه الحركة من شأنه أيضا أن يؤثر على السياسة الخارجية للإدارة المقبلة حال فوز ترامب على بايدن في الانتخابات؟ نعم، يعني قد لا تؤثر هذه على ترامب بشكل خاص، لأنه لا شيء يؤثر على ترامب. الذي يؤثر على ترامب هو رغباته الشخصية وأهواءه وحبه للظهور وحبه للانتفاخ الشديد أمام جمهوره. يعني فالحقيقة إذا أردنا أن نكون واقعيين، لن قد لا يكون هناك تأثير على ترامب مباشرة،
ولكن الذي التأثير الذي سوف نراه هو في الأربع سنوات التي سوف تليها. يعني عندما يأتي شخص آخر الآن أو حتى شخص من الحزب الديمقراطي ويدرك أن هذه المجموعة التي أسقطت بايدن بسبب حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ما زالت موجودة، وأن هذا الحراك ما زال حيا وما زال يطالب بإنهاء الاحتلال، يعني نامل أن يكون قد انتهى الاحتلال من هنا إلى 4 سنوات، ولكن قد يكون هذا صعبا بعض الشيء. ولكن بعد ترامب هذه الفترة أنا برأيي سوف يكون هناك تأثير كبير. أقول هذا لأن الذي سوف يكون هزم هو الحزب الديمقراطي. إذا عندما يأتي أو تأتي الانتخابات التي بعد القادمة سوف يكون هناك هذه الحسبة. بالنسبة لترامب فهو خسر، يعني يكون ربح الانتخابات لأن بايدن خسرها ليس بالضرورة بسبب نشاط الحملة المقاطعة بايدن، وإن كانت هي السبب الرئيسي في فوز ترامب إن حصل هذا. شكرا جزيلا لك من ديترويت الباحث المختص بالشأن الأمريكي خالد الترعاني، شكرا لك.